فقال له علي بن أبي طالب عليه السلام: يا بشر، لا تتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال له بشر وكان أعرابيا. هنا معنى قول الإمام عليه السلام وكان أعرابيا يعني على الصفة لا على الانتماء. هو بشر مو أعرابي، أنصاري كان، ولكن يعني صفات أخلاقه كانت صفات الأعراب، شوية فيه غلظة، فيه جفاء مثلا. فقال له بشر وكان أعرابيا: يا علي، كأنك تبخل رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني شنو أنا لا أبدأ بالأكل قبل النبي؟ شنو هو النبي بخيل؟ يريد هو أولا يستولي على كل الأكل قبلنا نحن؟ هو النبي مو بخيل. كأنك تبخل رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال علي عليه السلام: ما أبخل رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكني أبجله وأوقره، ليس لي ولا لك ولا لأحد من خلق الله أن يتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله بقول ولا فعل ولا أكل ولا شرب. شوية أدب، لا تتقدم على رسول الله صلى الله عليه وآله بشيء. ما سمع الكلام. فقال بشر: ما أبخل رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال علي عليه السلام: ما لذلك قلت؟ افهم شنو الموضوع. ولكن هذا جاءت به هذه وكانت يهودية هاي المرأة، ولسنا نعرف حالها، يمكن متسوسة، فإذا أكلته بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله فهو الضامن لسلامتك منه. إذا النبي يقول لك كل، خلص هو يضمن سلامتك بعد، الضمان عليه. وإذا أكلته بغير إذنه وكلت إلى نفسك، فممكن تتضرر. يقول علي عليه السلام هذا وبشر يلوك اللقمة. ده يقول له خلص هذا يلوك اللقمة، ما بفائدة. إذ أنطق الله الذراع، هنا المعجزة، فقالت: يا رسول الله، لا تأكلني فإني مسمومة. وسقط البراء في سكرات الموت، ولم يرفع إلا ميتا. خلص ما رفع إلا ميتا. فيتقوى القول الأول الذي نقلناه عن أهل الخلاف، أنه عندهم قولان قالوا سنطول معه، قول أئمتنا عليهم السلام لا، القول الذي أيضا هم ذكروه، القول الثاني أنه لا، من فورة قد توفي. وهذا طبيعي، لأنه السم كما قلنا غالى فيه اليهود، يعني كان سم قاتل، تأثير فوري. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إيتوني بالمرأة، جيبوها المرأة. فأتي بها فقال لها: ما حملك على ما صنعت؟ فقالت: وترتني وترا عظيما، يعني بيننا وبينك ثار، قتلت أبي وعمي وأخي وزوجي وابني، كل هؤلاء أنت قتلتهم في معركة خيبر. ففعلت هذا وقلت: إن كان ملكا فسأنتقم منه، وإن كان نبيا كما يقول وقد وعد فتح مكة والنصر والظفر، فسيمنعه الله ويحفظه منه ولن يضره. أنت موعود أنه تنتصر خلص حتى تفتح مكة، إلى الآن ما فتحت مكة، لأنه فتح مكة جرى في أي سنة؟ سنة التالية، السنة الثامنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيتها المرأة، لقد صدقت، هذا صحيح. ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يضرك موت بشر، فإنما امتحنه الله لتقدمه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا كان امتحان لبشر، وسقط مع الأسف بالامتحان، سقط بالامتحان، والله يرحمه. احنا نقول هذا مستوى أعرابي، مستوى الإدراكي كان هابط إلى نحو ما، فمدى يستوعب قضية لا تقدم بين يدي الله ورسوله؟ ما يستوعب، فرح.
فإنما امتحنه الله لتقدمه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، ولو كان بأمر رسول الله أكل منه لكفي شره وسمه. لو كان بأمري كان كفي هذا الشر وهذا السم، ما يأثر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ادعوا لي فلانا وفلانا، مجموعة، وذكر قوما من خيار أصحابه، منهم سلمان والمقداد وعمار وصهيب وأبو ذر وبلال. هؤلاء كلهم أخيار إلا صهيب. شلون الرواية تذكر خيار أصحابه؟ يبدو هكذا أن صهيبا في تلك الفترة كان خيرا، ثم انقلب مع المنقلبين، مثل الزبير كان خيرا الزبير ثم انقلب، مثل حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وآله كان خيرا ونظم حتى في الغدير، ولكن بعدين شنو؟ انقلب على عقبيه مع المنقلبين. سبحان الله، سبحان الله، تجد رجل مثل الزبير كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وآله بسيفه، ورجل مثل حسان كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وآله بلسانه، مو هالشكل، ينقلبون ويصبحون من أشر الناس. والعكس بالعكس، رجل مثل بريدة الأسلمي كان ناصبيا أصلا، يعني كان ناصبي معادي لعلي عليه السلام، يكره ويبغض عليا، وبعدين ينقلب يصير من أكثر الموالين لعلي عليه السلام. شيء غريب. صهيب، الروايات عندنا تقول كان صهيب عن الإمام الصادق عليه السلام، كان بلال عبد خير يبكي على رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان صهيب عبد سوء يبكي على عمر. هذا مسوي مناحة طول السنة على عمر. فشوف الفارق، بلال ينوح ويبكي على رسول الله خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، هذا هم يبكي على ابن صهاك. قال: وذكر قوما من خيار أصحابه، منهم سلمان والمقداد وعمار وصهيب وأبو ذر وبلال، وقوم من سائر الصحابة تمام عشرة، وعلي عليه السلام حاضر معهم، عليهم صلوات الله عليه معهم. فقال صلى الله عليه وآله: اقعدوا وتحلقوا عليه، صاروا كحلقة حول النبي صلى الله عليه وآله. فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله يده على الذراع المسمومة. خلص، ماذا مر معنا بالأمس؟ الحديث القدسي، ما أوحى الله عز وجل به إلى عيسى المسيح عليه السلام: أبارك فيما وضع يده عليه. ما شكل، مجرد ما ولد سقط، السيدة آمنة عليه السلام تقول وضع يديه على الأرض، جعلت الأرض مسجدا وطهورا من لحظتها، خلص حكم التيمم. زين، هنا ذراع مسمومة، خلي يكون أسوأ من هذا، يضع يده عليه خلص كله يتحول بنفس اللحظة صلى الله عليه وآله. فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله يده على الذراع المسمومة ونفث عليه، نفخ عليه، بعد هذه بركة فوق بركة، وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا داء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. ثم قال صلى الله عليه وآله: كلوا على اسم الله ليهمكم. فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله، وأكلوا حتى شبعوا أو شبعوا، ثم شربوا عليه الماء. كل شيء هم ما صار به أبدا، معجزة من معاجز النبي صلى الله عليه وسلم. أولا معجزة أنه هي الشاة نفسها تتكلم، الذراع المسمومة تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بحد ذاتها معجزة. ثم تحويل السم إلى ماذا؟ إلى مادة لا تؤثر في الإنسان مطلقا بل تفيده. ثم أمر بها فحبست، يعني هذه المرأة
زينب بنت الحارث أو عبدة هذه. فلما كان في اليوم الثاني جيء بها فقال صلى الله عليه وآله: أليس هؤلاء أكلوا ذلك السم بحضرتك؟ رأيتهم أم لا؟ أكلوا هذا السم أم لا؟ فكيف رأيت دفع الله عن نبيه وأصحابه؟ كيف رأيت أن الله كيف دفع عنا هذا الذي أردتيه لنا؟ فقالت: يا رسول الله، كنت إلى الآن في نبوتك شاكة، والآن فقد أيقنت أنك رسول الله حقا، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنك عبده ورسوله حقا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. الإمام عليه السلام يقول: وحسن إسلامها، حسن إسلامها، تابت مما صنعت والله يغفر لها، والإسلام يجب ما كان قبله. فإذا هذه الروايات من طرقنا تنص على ماذا؟ أن رسول الله ما أكل، وكانت معجزة أصلا، وعفى عن زينب بنت الحارث، ما عاقبها. ووافقنا في ذلك أيضا بعض روايات أهل الخلاف، أيضا نصت على أنه هذه كانت معجزة، ورسول الله صلى الله عليه وآله ما عاقب المرأة، بل عفى عنها وحسن إسلامه. منهاجنا قرآننا والحق والعلم.